مرحبا بحضرتكم مشاهدينا الكرام في فقرتكم ضيف المساء. قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب لورا بلاتيني بالرباط إن المغرب بلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك بفضل التزامه بإنقاذ الأرواح وجهوده المنسقة لمنع اختفاء المهاجرين. بلاتيني أشادت خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة فرع المغرب بالجهود التي تبذلها المملكة على مستوى هذا الجانب. قصد وقوف عند تفاصيل هذا الموضوع، أنا سعد باستضافة السيد سعيد بركنان باحث في العلوم السياسية. أستاذ سعيد مرحبا. شكرا. مرحبا أستاذ سعيد. ما الذي في البداية أستاذ سعيد تعني هذه الإشادة من المسؤولة الأممية فيما يخص ريادة المغرب في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة وأيضا المنظمة والنظامية؟ هو أكيد يعني تعتبر شهادة تقدير ووسام يقدم من طرف منظمة عالمية تهتم بالهجرة لمجهودات المغرب، لكن هذا التقدير وهذا الوسام لم يأتي من فراغ كذلك، لأن المغرب اشتغل جيدا منذ زمن، يعني حتى قبل المصادقة على هذا الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، اشتغل منذ زمان على موضوع الهجرة، لأنه جغرافيا من أكثر البلدان المعنية بها في المنطقة، لأنه موقعه الجغرافي يحتم عليه على أن يكون منذ يعني عصور في التاريخ وليس الآن فقط أن يكون ممرا للهجرة من الجنوب إلى الشمال، بل أحيانا الآن في السنوات الأخيرة لم يعد ممرا فقط وإنما اعتبر كذلك دولة لهدف مستقر لمجموعة من الهجرات من دول جنوب الصحراء. فأكيد أنه اشتغال المغرب على ملف الهجرة انطلاقا من تجربته وانطلاقا من مشاكله التي تعرض لها نتيجة هذه الهجرات المتتالية هي التي اكتسبته مقاربة اشتغل بها قبل أن يعني يصادق على هذا الاتفاق إلى جانب مجموعة من الدول ويشتغل بشكل فاعل ضمن هذا الاتفاق مع منظمات دولية، وفي النهاية يستحق هذا التقدير ويستحق هذا الوسام الذي منحته له منظمة تعني بالهجرة في العالم. بمعاينتك أستاذ سعيد، ماذا عن دلالات هذه الإشادة فيما يخص هذه الملفات التي ترهق المجتمع الدولي؟ هو بالنسبة للمجتمع الدولي مسألة الهجرة بصراحة أصبحت يعني ملفا ثقيلا مؤخرا، لأنه أمام تزايد في السنوات الماضية كنا نتحدث عن هجرات إرادية نحو البحث عن مستقبل اقتصادي من دول فقيرة إلى دول منتجة، لكن مؤخرا أصبحت هناك هجرات نتيجة حروب أهلية، حروب ما بين تطاحنية ما بين الدول إلى غير ذلك، فأصبح هذا الملف يعني يضغط بقوة على المنظمات العالمية المعنية بالشأن الإنساني وعامة والمعنية بالهجرة خاصة. لا ننسى بأن يمكن حسب معطيات المنظمات الدولية نتحدث عن حوالي 258 مليون مهاجر في العالم، هذا الرقم المهول لابد أن توفر له هذه المنظمات المعنية بهذا الملف على الأقل الحد الأدنى من أجل الاستقرار ومن أجل أن يضمن هذا المهاجر شورة إنسانية سواء في الحياة أو في تنقله من الدولة المصدرة لهذه الهجرة إلى الدولة المستهدفة. فأعتقد بأنه هذا الملف أصبح يضغط بقوة لوجود حلول ليس لوقف هذه الهجرة، لأن الهجرة الآن لها مسببات لا يمكن أن تشتغل عليها المنظمات، وإنما يمكن أن تشتغل عليها دول ومنظمات أخرى، لكن هذه المنظمة معنية بانتقال هذا الإنسان من ظروفه السيئة إلى الظروف التي يتمنى أن تكون أحسن، لذلك يسمى مهاجرا، وهي معنية بتوفير ظروف إنسانية والاشتغال بشكل جماعي مع الدول الأخرى من أجل توفير هذه الظروف. نعم، أنا أشكرك على هذه الفكرة، لأنه اليوم أصبحت هجرة أخرى فيما يخص العامل الصراعات
التي تعاني منها يعني مجموعة من بقاع الأرض، يعني تحتم على يعني مجتمع الدولي أن يبذل الكثير من المجهودات في هذا الجانب. رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب لورا بلاتيني دعت مختلف الدول إلى تبني مقاربة المغرب التي وضعها للتصدي لملف الهجرة. كيف تقرأ هذا أستاذ؟ أعتقد بأنه ما أشرت إليه سابقا أن المغرب أثبت نجاعة ألياته في التعاون مع هذه الملفات. لا ننسى بأن استراتيجية يعني. نعم هناك استراتيجية. لا ننسى بأن هذا الاجتماع حتى الرؤية المغربية لهذه الملفات بقى يعني أصبح يربطها بملفات إنسانية. أعتقد بأن هذا الاجتماع كان مع منظمة حقوق الإنسان في المغرب أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هنا إشارة بأن المغرب أصبح يرى أن هذه الملفات الهجرة هي جزء من حق الإنسان في العيش. يراها من البعد الإنساني. يراها من البعد الإنساني. وأعتقد بأن ما اشتغلت عليه المنظمة في هذه الورشة مع مجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يساوي إلا بند واحد ضمن 23 بند تم الاتفاق عليه في الاتفاق العالمي الذي تم في ديسمبر 2018 في مراكش. إذن هنا المغرب متواجد على مستوى تأسيس الاتفاق العالمي للهجرة ومتواجد على مستوى الاشتغال المداوم في تنزيل هذه الآليات. في 2018 تم الاتفاق على ما حوالي 23 بند من أجل يعني ضمان أو يعني ضمان هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة. الآن في المغرب يشتغل بتنسيق مع هذه المنظمة على بند واحد وهو البند رقم 8 وهو يعني مساعدة أو ما يمكن تحت عنوان ما تم تدبير الإنساني للحدود يعني توفير ظروف إنسانية لهذه التنقل والمساعدة في البحث عن المفقودين. نعم وهذا ما يفعله المغرب وضمان الحياة. وهذا الملف بالذات كما قلت اشتغل عليه المغرب منذ زمن طويل لأن حدوده من الجنوب ومن المحيط الأطلسي ومن هنا البحر. نعم هنا السؤال لأنه تحدثت في البداية عن الموقع الجغرافي للمملكة وهو مغري للمهاجرين وللباحثين عن الهجرة. في نظركم كيف وصل المغرب إلى كل هذه النتائج فيما يخص تنزيل هذه الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بالوقوف في وجه ملف الهجرة في ظل الموقع الجغرافي المغري؟ أعتقد بأن هذا الموقع الجغرافي وهو قدر لا يمكن أن ننتقل قدر بطبيعة الحال نسميه القدر الجغرافي لأنه لا يمكن أن ننتقل بهذا الموقع إلى موقع آخر. فرض على المغرب أن يكون إيجابي. قدر إيجابي بطبيعة الحال كيفما كان الحال. فأعتقد بأنه فرض على المغرب أن يكون يعني كما قلت ممرا للمهاجرين. هذا المرور كان يرتبط بملفات أخرى بالمفقودين بالمهاجرين يعني تعرضوا للاختفاء ربما مهاجرين تعرضوا إلى أنواع أخرى لا نعلمها من ما يتعرضوا لها المهاجرين. إذن المغرب وقبل المصادقة على هذا الاتفاق اشتغل بشكل فردي بشكل إنساني لأنه دولة تعني بدول الجوار وتعني بالدول الإفريقية خاصة لأن المهاجرين كانوا من دول إفريقية وأصبح بالإضافة إلى أنه معني بالأساس بحماية حدوده ومعرفة من يدخل ومن يخرج. لذلك اشتغل بجدية على هذه الملفات وحول حدوده إلى يعني ما يمكن أن نسميه أنه تعامل إنساني مع مثل هذه المهاجرين وبالتالي من يتجاوز حدود الجنوبية المغرب فيعتقد بأنه أصبح لدى المغرب من المهاجرين الذين يفترض أن توفر لهم ظروف آمنة وظروف كريمة للعيش. فأظن بأن المغرب تجربته في هذا المجال سواء على مستوى المفقودين على مستوى يعني العدد الهائل الذي يعني كان مئات الجثث التي كان يرفضها البحر الأبيض المتوسط والبحر والمحيط الأطلسي مؤخرا في اتجاهات للهجرة المتعددة تأخذ مناحي الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال والدول الأوروبية. أعتقد بأن هذه التعامل مع هذه الحالات فرض عليه أن تكون له تجربة في هذا الملف. وأعتقد بأنه منظمة الهجرة حينما دعت الدول إلى اعتماد مقاربة المغرب إنما اعتمدتها إنما
تدعو الدول لاعتماد مقاربة ناجحة لنا في هذا المجال، وهو أنه المغرب يتعامل بشكل إنساني ويتعامل بشكل احترافي في يعني مساعدة منظمة الهجرة في البحث أو في الحد على الأقل من ظروف الاختفاء وظروف فقدان المهاجرين. لأنه لا ننسى بأن منظمة الهجرة الدولية تتحدث في 10 سنين الأخيرة عن حوالي 70,591 مفقود من المهاجرين. هذا مع العلم أن هذا الرقم هو أقل بكثير من المعطيات التي يمكن أن تكون أضعاف أضعاف، لسبب واحد وأنه لا تتوفر معطيات حول المفقودين والمختفين من المهاجرين. المغرب له ترسانة يعني معلوماتية دقيقة في هذا الجانب، وأعتقد بأن هناك مجهودات يعني مجهودات جاءت نتيجة تجارب يعني ميدانية وتجارب عملية وتجارب فرضها يعني الموقع الجغرافي للمغرب الذي يعتبر ممرا لي يعني تيارات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا. وأنا أشكرك شكر جزيل أستاذ سعيد على كل هذه القراءات. العفو سيدي. شكرا لكم أستاذ سعيد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.